والآن ننتقل إلى خبرنا التالي. في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقي في لاس فيغاس، تمكن أعضاء فرقة بي تي اس الكورية من نيل جائزة توب سوشيال أرتست والفوز على كل من جاستن بيبر وسيلينا غوميز وأريانا جراندي وشاون مينديز، بعد أن بلغ عدد التغريدات في هذه الفئة أكثر من 300 مليون تغريدة. فرقة بانكتان والتي تتكون من 7 أعضاء وانطلقت في 2013 تعد أول فرقة كورية من عالم فن الكيبوب، وتصل لحفل جوائز بيلبورد وتم ترشيحها، وتحظى الفرقة بمسيرة فنية مليئة بالإنجازات وإنتاجات موسيقية مميزة. It's really honored, and most importantly, this award belongs to the every people all around the world that shine the love and light on us by the millions and make BTS proud really every day. And please, ARMY, remember what we say: love myself, love yourself. To my Turn it up, turn it up.